حقيقة احنا سعيدين جدا بإنجازات طلابنا وطالباتنا في مهرجان الأفلام السينمائية الطلابية الأول التي تقيمه كلية الاتصال والإعلام في جامعة الملك عبد العزيز. كانت هناك منافسة حقيقة بين 30 عمل، هذه 30 عمل عملت فيها طواقم كبيرة من داخل الكلية، سواء على مستوى الأساتذة أو على مستوى الطلاب والطالبات. المنافسة كانت حقيقة جدا عالية، كان يعني حقيقة من الصعب التمييز والمفاضلة بين هذه الأعمال. هذه الفعالية تأتي حقيقة كفرصة لعرض شيء من ما يحدث داخل يعني أروقة كلية الاتصال والإعلام، وهو ما حصل اليوم بعرض 7 أفلام من أصل 30 فيلم كانت من إنتاج الطلاب والطالبات. اليوم أيضا أعلننا عن أن النسخة الثانية من مهرجان الأفلام السينمائية الطلابية ستكون بإذن الله تعالى موسعة، وستتسع الدائرة لتكون منافسة على مستوى الجامعات السعودية، ونتطلع بإذن الله تعالى إلى يعني المزيد من الأعمال وإلى إثراء المحتوى الفيلمي بما يتوافق حقيقة مع هويتنا وما يعكس عاداتنا وتقاليدنا وما يعكس حقيقة إبداعات ومواهب طلابنا. أنا الحمد لله فزت بأفضل جائزة أفضل فيلم درامي في المهرجان، وإن شاء الله أن يكون هذه بداية خير لي وللتيم اللي معايا اللي اشتغل معايا. بإذن الله أهدافنا الجاية راح تكون مهرجانات أكبر، أفلام أكبر وضخم، وبإذن الله يكون كارير حلو لنا كلنا. الفيلم قعدنا نشتغل فيه تقريبا شهر، حول شهر. التصوير لحاله كان 3 أيام أو 4 أيام عفوا. مدة الفيلم في النهاية طلعت 5 دقائق. الحمد لله أنا مبسوط بالنتيجة، والحمد لله هذا أكبر دليل أنه أنا مبسوط بالنتيجة، وإن شاء الله الجاي أحلى بإذن الله. سويت فيلم توحة، فيلم درامي يتكلم عن ظاهرة أو شائعة بالأصح يعني نمنم، هي كانت منتشرة في الحجاز. جبتها بطريقة مختلفة، جبتها بطريقة فيها جانب توعوي عن إيش غياب الأهل أو أحد الوالدين قد إيش يأثر، وفي الفيلم نعرف إيش توح إيش نمنم سوى في التوحة. إحنا في كلية الاتصال والإعلام كطلاب اتصال وإعلام استفدنا منها في مشاريعنا بشكل كبير جدا. على سبيل المثال عندك النشرات الإخبارية، عندك المناظر الطبيعية، كل هذه صعب الطالب أنه يوفرها، فتوفرها لك الجرين سكرين بشكل أسهل وأسلس وتكلفة أقل. على يد اللي صار هنا تلاحظ أشهر الأمثلة من أشهر المسلسلات والأفلام اللي استخدموا فيها الكروما والشاشة الخضراء، تلاحظون أن استخدامها شائع جدا. أول شيء لأنها مهمة جدا، ثانيا لأنها تقلص حجم التكلفة بشكل جدا كبير. الخريج وديع غلام.